سعيد وخالد اتقابلوا صدفة وقرروا انه بعد المستشفى يروحوا للمقهى. سعيد اتوجه لمنطقة راحتكم، وممثل بوبا ساعدوا في انهاء الاجراءات من مكتب الاستقبال. ولكن بعد ما انتهوا من الكشفية، ممثل بوبا تأكد من الموافقات الطبية الخاصة بأدوية سعيد وحرص على تجهيزها بسرعة، وخالد كان منتظر موافقته. وجاءت موافقة سعيد وراح استلم أدويته. سعيد كان سعيد بهذه التجربة لأنه خلص بنصف الوقت اللي احتاجه خالد. قدامك العافية خالد. أكثر من نصف مليون استفادوا من خدمات برنامج راحتكم في أكبر المستشفيات. هل أنت منهم؟